الأمور يعني بقت مختلفة دلوقتي، طريقة التعامل مع السنغال بقت مختلفة عن وقت الإعلان عن القرعة إن إحنا هنواجه السنغال في كأس العالم. طبعا شعب مصر بيفهم كرة كويس جدا وبيحب الفرق اللي هي بتقدم نواحي فنية، وبالتالي لا مصر كلها والشعب كله مد الاستغلال حقه طبعا تماما دلوقتي، وعارفين ان هو قوي وتمشي في الشارع طبعا كل الناس عارفة ان المنتخب قوي جدا، انما طبعا ما فيش مستحيل في الكورة خالص، يعني مش معنى الكلام دوت ان احنا رايحين هنسلم ولا لا، لازم اللعيبة زي ما عودونا في البطولة لعبوا برضو منتخب كوت ديفوار كان تقيل ومنتخب المغرب، كل المنتخبات دي كانت كلها مرشحة للبطولة وقدرنا إن إحنا نتخطاهم، بعدين مباراة الذهاب والعودة حضرتك عارف طبعا مختلفة تماما عن البطولات المجمعة، الهدف بيفرق والهدف خارج الأرض بيفرق، فلازم نعمل اللي علينا ونستعد كويس وناخد الأسباب، وظروف المباراة هي اللي بتحكم، انت في دقيقة اللي تلاقي المباراة اتغيرت يعني سواء بطرد سواء ضربة جزاء سواء، انما لازم تستعد عشان التوفيق يجي لك لازم تستعد كويس جدا، والسنغال عشان يوصلوا 2 نهائي ورا بعض الحقيقة لازم تبقى فرقة تقيلة وفرقة قوية جدا يعني. مباراة الذهاب هتكون في استاد القاهرة حاج عامر ولا في برج العرب؟ لا في استاد القاهرة امبارح مستر كروش يعني في استاد القاهرة. أكد إن هو عايز يلعب في استاد القاهرة، وبالتالي الأستاذ وليد العطار هيبدأ بقى يعمل اتصالات الجهات المعنية كلها لتحديد عدد الجمهور اللي هيحضروا وطريقة الدخول والحاجات دي كلها. تقريبا الجمهور انا عارف ان طبعا يعني ده بيتم يعني بالتنسيق مع الجهات الامنيه، لكن المقترح بالنسبه من جانب ممكن اتحاد الكره، هل في اقتراح معين ان عدد معين من الجماهير يكون حاضر للمباراه؟ لا احنا بنتمنى طبعا يبقى الملعب مليان طبعا على اخر مباراه، حضرتك عارف ان الجمهور بيبقى مؤثر جدا مع لعيبه منتخب مصر طبعا. وكل البطولات اللي احنا صعدنا فيها كاس عالم وخدنا فيها كان كل الملعب مليان زي مباراه الكونغو كده، انما في القرار الاول والاخير للامن يعني فهو اللي بيحدد الرقم النهائي، فمش عايزين يعني طيب نضحك على الناس نقول احنا هنطلب كذا وكذا، لا هو في الاخر القرار امني وهو اللي يحدد الامور المناسبه ايه، وحضرتك عارف ان استاد القاهره 72,000 كرسي واستاد الجيش برج العرب 80,000 كرسي، فهيتحدد كام من ال 72,000، طبعا الاجراءات بقت معروفه دلوقتي ان الشركه تذكرتي والناس كلها بتخش بقى بتحجز من عن طريق الشركة والإجراءات الاحترازية كل الأمور دي طبعا الناس حفظتها خلاص، فبالتالي الرقم اللي هيقال عليه الأمن طبعا هيتم الإعلان عنه، وإن شاء الله نتمنى يعني يبقى الملعب يبقى مليان إن شاء الله يعني. إن شاء الله. الاستعداد للمباراتين، يعني البعض يجي يقول لك إن لابد من معسكر طويل، وبعدين اللي بيجي يتكلم على معسكر طويل فبيصطدم بمواعيد مباريات طبعا الانديه المصريه المشاركه في سواء في دوري الابطال او في الكونفدراليه، الاهلي والزمالك وبيراميدز والمصري، ف يعني كيفيه التعامل مع مباراتين مهمتين جدا مصيرتين طبعا، وحضرتك طبعا على درايه بده، وفي نفس الوقت طبعا المواعيد الخاصة بالأندية المصرية المشاركة في أفريقيا. الناس يمكن الحقيقة خاصة اللي هم يعني حضروا المنتخبات مصر الحقيقة الأجيال القديمة كانوا متعودين على موضوع المعسكرات الطويلة، إنما الظروف متغيرة خالص الفترة الأخيرة، في أجندة رسمية من يوم 21 ل 29 3 يعني المحترفين في الخارج مش هيجوا قبل يوم 21، للأسف بقى كمان إن عندنا في شهر 3 عندنا جولة أفريقية للأربع أندية المصرية يوم 12 و13، عندنا الزمالك والوداد وصن داونز والأهلي والمصري وبطل الكونغو وبيراميدز والصفاقس،
ويوم 18 19 20 في جولة خامسة اللي هي الإفريقي والزمالك والمريخ والأهلي والمصري والقطن القمروني وأهلي طرابلس وبيراميدز. يعني عندنا برضو ناديين، الزمالك وبيراميدز هيكونوا بيلعبوا، دايما الكونفدرالية بتلعب 20، يعني مصر وبيراميدز هيلعبوا يوم 20، الأهلي هيلعب يوم جمعة عشان دايما أندية السودان بتلعب الجمعة، يبقى 18 و19 الزمالك في أنجولا. طبعا الأندية دي كلها اللي هيلعب 18 هيلعب 19 واللي هيلعب 20، هتبقى الأمور صعبة إنك أنت تجمع المنتخب قبلها، لأن أغلب اللعيبة هتبقى من الزمالك والأهلي وبيراميدز، وبالتالي مع اللعيبة اللي هتيجي من بره يوم 21 فواضح إن الأمور هتبقى صعبة، خاصة إن الأسبوع اللي قبله كمان برضه في جولة أفريقية جمعة وسبت وحد، فهي 11 و12 و13، فالأمور هتبقى صعبة إنك أنت تعمل معسكر طويل زي ما الناس بتقول. الأمور مش بإيدينا ولا بإيد الاتحاد الكورة، احنا يمكن كرابطة راعينا الكلام ده واحنا بنحط الجدول اللي اعلناه من بدري، ان احنا اخر مباراة هتبقى يوم 9 في الدوري، والاهلي مع بيراميدز الزمالك مع الجونة يوم 7. فبالتالي بالنسبة للدوري مفيش مشكلة، من يوم 8 عندك اللعيبة متاحة، انما المشكلة في بطولات افريقيا، حتى الكاس اللي احنا حاطينه بين المباراتين من 14 ل 17 3، لو الجهاز الفني مش عايز الأندية اللعيبة موجودة في المنتخب مش عايزها تلعب في الفترة ديت عشان لعيبة في الكاس، وبقية الأندية هتلعب لأن هم هيبقوا 16 مباراة دور 32، وحضرتك عارف الدور ده دايما أنا كنت بلعبه من غير الدوليين، لأن بتبقى أندية القسم الأول بتلعب مع أندية القسم الثاني. فبالتالي بالنسبة للنشاط المحلي، المسابقات المحلية ما فيش مشكلة بالنسبة للمنتخب، اللعيبة هتبقى مريحة من قبلها ب 14 يوم 15 يوم، إنما هي المشكلة في البطولة الأفريقية. هي طيب يا لكن بالنسبة للمعسكر هل في موعد مبدئي هيبدأ فيه؟ يعني هل بداية من 21، باعتبار أنت حضرتك بتقول لي إن الأجندة الدولية بتبدأ من 21 على اعتبار ان المحترفين هيكونوا موجودين او متاحين في التوقيت دوت، ولا ممكن يبدأ يوم 20، ولا القصة ايه؟ والله يعني مستر كروشيا اخذ كل المواعيد امبارح، وهو هيحدد بقى التوقيت المناسب بالنسبة للمعسكر على ضوء اللعيبة اللي عنده وضوء المباريات الأفريقية والأندية اللي بتلعب في أفريقيا، كل الأمور ديت ادينا له البيانات كاملة المتاحة، علشان كده هو اللي هيحدد بقى البرنامج إن شاء الله.